رح نحكي عن مرض الربو. مرض الربو أو الأزمة هو مرض مزمن غير معدي وعم تزيد انتشاره بالعالم. بيصيب الجهاز التنفسي وبيتميز بتشنج في الشعب الهوائية قابل للعكس أو ريفيرسبل، مع مترافق مع زيادة في كمية وسماكة السكريشنز أو الإفرازات بمجرى الهواء يلي بتهدي إلى انسداد في مجرى الهواء، وهذا الشيء غالبا ما بيكون نتيجة تحسس. أنماط الربو، ممكن النمط الأكثر شيء شائع هو الربو التحسسي اللي بيصيب أكثر شيء الصغار، في الربو الغير تحسسي، والربو اللي حضرت هونست اللي بيصير أو بيبين عند الكبر، في الربو المترافق مع السمنة، وكمان بيكون مترافق مع الإيرفلو ليمتيشن اللي مع تقيد في تدفق الهواء. هلا شو هي الريسك فاكتورز أو عوامل الخطر للربو؟ بالدرجة الأولى المصابين بنفس العائلة، إذا حدا عنده بعائلته حدا عنده ربو من قبل، يعني هيدا أكيد واحد من أكثر الريسك فاكتورز. تلوث الهواء، الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي، والتعرض لمسببات الحساسية بالأماكن العمل، واللي بتشكل تقريبا 17% من الربو عند الكبار. هلا الربو او الازمه بتنتشر عند الصغار اكثر من الكبار بالعمر، وعند النساء اكثر من الرجال. وبتفيد منظمه الصحه العالميه الـ WHO ان معدل الوفيات جراء الازمه الى تزايد، اوكي، خصوصا في الدول الناميه. وبالتالي هذا بيعني انه التوعية من المرض والمتابعة الطبية عامل مساند بالحد من الوفيات. شو عوارض الأزمة؟ عوارض الأزمة، أغلب المصابين بيشتكوا من عوارض على فترات متقطعة، يعني مش على طول. سعلي، ضيق في التنفس، أزيز أو ويزينج، وضيق في الصدر. المصابين اللي ممكن تتحسن عوارضهم مثلا بنهاية الأسبوع أو العطل، ممكن كتير يكون عندهم شيء بسميه occupational asthma أو work associated asthma، اللي هي بتكون الربو من العمل يعني، وهالشي بيتحسن بيكونوا بعاد عن منطقة الشغل تبعهم. هلأ الفحص السريري ممكن يصير عنا طول الوقت بالزفير أو لما نطلع الهواء بطول هذا الوقت، أزيز في الصدر أو ويزين نسمعه على السماعة، وعوارض تحسس بالجلد وبالأنف ونيزل بايبس. بالنسبة لتأكيد تشخيص الأزمة عند مرضى اللي عندهم عوارض، بتتم عن طريق فحص النفس أو السبيرومتري، اللي هو بيساعد بتشخيص الأزمة وكمان بيساعدنا بمتابعة فعالية العلاج. وبنفس الوقت لتأكيد الـ Variable Expiratory Airflow Limitation أو يعني تقلبية انسداد مجرى الهواء. فحص تاني ممكن استعمله حتى بالبيت او بالعمل لعدة مرات حتى يوميا، فنستعمله الصبح، فنستعمله بعد الظهر، اسمه البيك اكسبيراتوري فلو ميتر. هذا كمان بيساعدنا لحتى بس يكون عندنا عوارض نقدر نشوف قديش بيكون عندنا انسداد بمجاري الهواء. فحوصات تانية ممكن تنعمل، بتقيس اكثر الانفلاماتوري اسسمنت، خلينا نقول او درجه الالتهاب اللي مسببها الازمه، هو فحص الجلد، فحص عن طريق الجلد او البريك تيست، نشوف الحساسيه، فحص الاجسام المضاده، فحص دم لنا عن الحساسيه اللي هو الاي جي اي ليفلز، وكمان فحص بلغم او دم لليوزينوفيلز، الخلايا اللي بتكون عاليه كمان بالتحليل.
بالنسبه لتصنيف الازمة، يتم تصنيف الازمة حسب الـ Global Initiation for Asthma الى درجات بحسب وتيرة العوارض وفحص النفس، وذلك يعني بيساعد في اختيار انواع العلاج وعيار الادوية. بالنسبة الى علاج الربو او الادوية اللي ممكن نستعملها بالربو، كمان مثل ما بال 2021 طلعت الجلوبال انيشيتيف فور ازما توصية بعدم استعمال سلبوتامول لحاله مثل ما كنا قبل للمرضى اللي عندهم عوارض خفيفة للازما، وذلك بسبب ازدياد في خطورة الانتكاسات للازما. بينما كمان وصلت حسب الدراسات انه اضافة الكورتيزون عن طريق البخاخ أثبت فعالية كبيرة بتقليل من الانتكاسات، وهالشيء بخلينا نتعامل مع هذه الأدوية للأزمة مثل ما بنتعامل مع الأدوية الدائمة للضغط وأدوية دائمة للكوليسترول، طبعا مع تقليل الدوز والوتيرة حسب العوارض. أما بالنسبة للأزمة يلي بتضل uncontrolled أو غير مسيطر عليها على مع الأدوية المعتادة، ممكن المريض يستفيد من الأدوية البيولوجية إذا طبيبه اكتشف أو هالشي ممكن يعني عبر فحوصات تجرى للمريض بتدل على احتمالية استجابته للدواء. شغلة تانية بنحب نذكر فيها على طول إنه طعم الإنفلونزا كل سنة هو طعم يعني موصل من العمل لمرضى الأزمة، وكمان مرضى الأزمة في توصية إنه كمان ياخذوا اللقاح ضد الكوفيد 19 طبعا على الحفاظ بفارق زمني تقريبا على القليل 14 يوم بين الطعم الإنفلونزا وطعم الكوفيد 19. إذا حبيتوا الفيديو بليز اعملوا لايك، و إذا جديد انتم على اليوتيوب شانل ممكن تعملوا سبسكرايب، فيكم تكبسوا على النوتيفيكيشن حتى يوصلكم فيديو جديد على الشانل. شكرا كتير.